عندي نظام 3 موتور. 3 موتور دول او بيسموه تريبل موتور باور ترين، هو بيركب موتور قدام وبركب اتنين موتور ورا، كل واحد على عجلة، تمام؟ ده بدأ يخليه يدي مور اكسلريشن. اهو هو موتور واحد هيتحكم فيه العجلتين اللي قدام، وفي بعد كده موتورين مستقلين، واحد يتحكم في العجلة اللي ورا يسار، واحد يتحكم في العجلة اللي ورا يمين. فبقت البطارية بتدي كام موتور؟ بتدي ثلاثة، واحد لقدام لوحده، وواحد ورا يمين، واحد ورا يسار. في بعض الديزاينات بيبقى الموتورين دول قدام، تمام، وفي موتور واحد بس باكس ورا. بس ده يعني ناس بتقول مثلا 20% من المواتير اللي هي 3 فيز بيسموها اول ويل درايف. اول ويل درايف كاني كل حاجه، اول ويل دي بتطلق على الاربعه وتطلق على الثلاثه، خلي بالك. الثانيه كان اسمها دبل وسنجل ويل درايف، يعني واحده اسمها سنجل ودبل واول ويل درايف من اول الثلاثه، ثلاثه واربعه. فده التكوين بتاعها، ان انا ممكن اعمل ديفرنشال قدام واربط عليه العجلتين اللي قدام واركب موتور كبير شويه يحرك الاثنين، وبعد كده كل واحده ورا اركب عليها عجله. هتقولي طب ما دي كانت شبه السنجل، خلي بالك. ايوه السنجل كان كده، بس لما زاد التريبل زاد التحكم في العجل. لو انت العجله دي مثلا، تمام، كانت ماشيه والاثنين اللي قدام بس اللي هم بيجروا العربيه، تمام، لا الموتور ده ممكن يجي يلاقي الطوبه هنا يروح يحرف كده، تلاقي العجله كده ايه، مالت شويه او ارتفعت، يعني اتغير. يعني انت تقدر تلفف العجله اللي ورا دي، تمام، اليمين لوحدها يمين شويه ويسار شويه، نفس القصه هنا يمين شويه ويسار شويه. ده بيدي لك مور فليكسبيليتي، يعني يدي لك سماحيه اكتر في الحركه، ودي بيستخدموها في السيارات طبعا اللي بيبقى سعرها غالي شويه، سواء كان ثلاثه او اربعه، كل ما بتزود التحكم او بتزود عدد المواتير بيزيد التحكم. فهنا ايه، ده السنجل كان في الاول، وده التريبل سنجل سبيد ترانسميشن، ان هو بيدي لك سرعه واحده. طبعا مش هنزود، انا سنجل سبيد ترانسميشن بيظبط هو بالكنترولر اللي هيركب مع كل موتور على ان هو السرعه تبقى واحده بس، بيدي له امكانيه ان انا احرك العجله دي يمين شويه ويسار شويه وهكذا، كل واحده الاثنين اللي ورا كل واحده لوحديها. التريبل موتور باور ترين زي مين؟ زي اودي سبورت باك. اودي برضه مستخدمه في الموديل اللي اسمه سبورت باك الاي في، بتستخدم ثلاث مواتير. والتسلا موديل اكس